كل واحد جاي داري مصالحه، موجوده مصالح. اكو احجام مختلفه، اكو احجام كنترول واضحه. لا لا دكتور، راح تجي مجالس المحافظات، راح تجي مجالس المحافظات وشوف المحافظات وين راح تتوزع، وشوف العرايك والطلايب وين راح تتوزع، وكل واحد يريد هاي المحافظه وذيك المحافظه. يعني انت ما قعدت رسمت خارطه توزيعها؟ لا مرسومه لي قدام، بس مرات تتعارض. يعني شنو صدقين. ما قاعدين حتى والله العظيم لا لا لا، هي الطاوله المستديره للاطار ما يحتاج ترسمها، هي واضحه. راح تجتمع، راح يختلفون في قضايا بسيطه كاجتماع وتقسيم المحافظات، هذا محسوم. القضيه الثانيه راح هاي المحافظه مثلا هذا ما يريدها بابعاد التيار قصدك؟ لا لا لا، انا اعتقد ما راح يتوصلون ولا يتقربون لي حقوق التيار، لان يعرفون اذا طلعت مظاهره واحده مو تقلب الطاوله، لا لا تطير الطاوله. خلينا نكون واقعيين، هذا واقع حنتكلم به اليوم. اكو مصالح موجوده للجميع. مبادرات السيد الصدر او تغريداته راح تسمح باجراء الانتخابات من الاساس؟ والله العظيم اخذيها من عند حكايه، ما راح يتدخل نهائي ولا راح يدعو الى مظاهرات، راح تمشي كما هي. وبالعكس انا اعتقد راح ينطي موافقه حتى على الغاء المحافظات اللي تابعه له. ليش؟ السيد وجد حقيقه بان الطبقه السياسيه، مع احتراماتي للبعض، حتى المشتركين وهم مع احترامات البعض، يعني مو الكل، ماكو واحد يقول بالمطلق، وجدها عبارة عن فوضى أسوأ من الفوضى، يعني أكثر فوضوية. ليش؟ ماكو شيء. يعني اليوم انت تنطيني على مستوى الإنتاج للدولة العراقية خلال هاي السنوات شنو أنتجت؟ لو مطين فلوس بس المصنع واحد، بس المصنع واحد كأقلها نضاهي العالم نقول عندنا إنتاج، ما استطاعوا أي ينتجون أي شيء. أي شيء. مواطن البارحة استطاع أن ينتج معمل ينتج 3 مليار بيضة، وهم ما استطاعوا أن ينتجون بيضة واحدة. سبب منو؟ بشنو؟ ملتهين لا أسانا ما تلمهم هم غيرهم، ملتهين بالتهريب أو مغلسين على التهريب أو أكو ناس مستفادة. السبب منو المسؤول على هذا المحور؟ أنا هذا هنا الكلام فديوم أنا سألت الكل. أنا ما استثنى أحد إلا ما رحم ربي. أقول ما أردت أنا شاقول، لا والله ما أحكي بالعمومية، تعرفوني كل زيان سحر. أقول كالتالي، احنا راح نعطيك مثل بسيط وحاكي اكثر من مره. احنا قيمه الاستهلاك مالتنا 5 مليار بيضه وضمن حمايه المنتج، احنا المنتج مالتنا 1 مليار، ال 4 مليار منين طبعا تقفف تبيض وزاره الزراعه؟ لو منين يجي؟ طب تهريب، طب تهريب. فرق العمله جاي يوصل هنا لحد 76 و75 و70.